البدلاء في كلا الفريقين بيجروا العمليات الحمايه، اتلعبت وتعلقت ضربه الراس، جول 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 جول. هاني عمرو، هاني عمرو تسلم دماغك يا راجل، ضربه راس قويه وبالمقاس العرضيه الجميله من اللاعب محمود صابر. تسلم يا هاني، هاني عمرو بضربة رأس بالكربون يضعها بضربة رأس قوية، هدف أول للنادي الأهلي عن طريق اللاعب هاني عمرو. هاني عمرو عادوا من جديد للحياة أحمد سراج هذا الموسم، ضربة رأس قوية من هاني عمرو، لكن العرضية الجميلة الكروس العرضي من اللاعب محمود صابر. أقدر أقول لحضراتكم من هنا نقدر نقول اللقاء ابتدى، تعالوا نتفرج على اللي فاضل من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني، هيكون مختلف تماما تماما عن اللي عدى ومر وفات من شوط اللقاء الأول وشوط اللقاء الثاني. هيبدأ مرة ثانية صابر، صابر هيعدي هيصوب ويسدد، ولكن اللي خارج الملعب هنشوف 23 دقيقة من نار، شوف 23 دقيقة من نار، أداء هيبقى مختلف تماما من جانب لاعبي النادي الأهلي.